بلوك اللي ما حسكميتو هاي لايو المتابعين خلينا نبلش بلوك اليوم تعالوا. طبعا يا جماعه الخير اليوم نحن رايحين مشوار مع الابطال. شوف شوف الاوتفيت شوف شوف اوتفيت قلاجو شوفه شوفه امسك على اليسار امسك على اليسار ورجع الاوتفيت نزل تحت نزل تحت لك يخرب بيتك نزل تحت لك ايه لك شوفه 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 وين ما تروح نطلع لك في لبنان بمصر جزائر مغرب تونس وين ترجع الله يلاك حط لايك وكفي معانا. طبعا اكيد شفتوا انه وائل طلع الترند الثاني بلبنان انا الثالث فلهيك عامل له مكافأة كتير حلوة واخده طعميه بأغلى مطعم بإيطاليا وهلا وصلنا على المطعم لح اشتري له البيتزا اللي هو بده اياها. شو بدك بيتزا وائل؟ مارغريت سبيناتشي. تعالوا يا جماعة الخير هون عزمت الشباب على بيتزا عزمنا هو عزمت على بيتزا شلون كان الأكل أبرو؟ في فاخر على شلون كان الأكل وائل؟ بس مين دفع هو عزمنا شلون كان الأكل عرابه حبيب معلم باشا شلون كان الأكل؟ توب أب حيدر توب اللي حطوا لايك أب حيدر لايك شير سبسكرايب اللي بتبرو قلبي. شفنا هدول بالشوارع بتعرفوهن صارعين الدنيا شايفهم أكثر من أمي أكثر من أبي بعرف طوله تبارك الله 75 ألف مبروك التوصيق نورس ميرسي إن شاء الله ميرسي جراتي ميلي شبي ألف مبروك على 700 ألف أنا مو متضايق أنا ماني متضايق بنوب مين مضايقك؟ زحم مين؟ هذا كثير ضخم هذا إذا عيط إذا غلط معنا لمصلحتنا هيك قلتلك إحنا ليش نزعله؟ ليش نتخانق معاه؟ ليش؟ والله ما ليش نتخانق معه؟ والله ما نتخانق الناس تعرف مصلحتنا أكثر من صح قائل إذا بتحب لنورس عيط بنص الشارع كيف هو؟ نزل عنده شك هذا موت يا تارق موت يا تارق شو أخي بتحبها؟ شو؟ موتي يا موتي هذا الخير وائل احزره شو بده يطلع بده يطلع بهذيك الزحليط القليبة بدر شو اسمها اللعبة يخرب بيتك سيطرت عليك سيطرت عليك بدي اقعد اسمع بدي اقعد تبع اللو حطه وحط له غنية شو مسيطرة عن جد لك مسيطرة بدي يطلع تبع اللو لك يخرب بيتك تطلع بهي تعيد ولاد صغار لا تبع اللو والله عادي لك لا هي نحن شو خفيف خرتك يا وائل تطلع بهي يا عم خلص سيطرت عليك سيطرت نورس شو عملتي فيه سيطرت عليك الله لا يوافقك يا وائل لا بحبك كان هو جنبك لو بحبك كان هو جنبك عنا احسن منا عنا احسن منا بالبيت ليكو هلا قعدوا لينرسموا هن الاثنين سوا وهن الاثنين سوا طلعوا رح يطلعوا مثل هدول تقريبا هون عم يرسم الاثنين وهون عم يرسم الاثنين بخير لك وائل كيف ثابت تقول صورة هوية ترسم مثل هاد والله هذا مش بهني اللي ورا وائل شو نورسة مسكويتو رساميكو ليك يا جماعة كيف شكل وائل طلع على أنا لسه مو شايفين شيء ليك كل سنة كم طارق فيك تتحرك على فكرة ما له صورة هوية بس ما يخليش إيدين فرد نو تفليش إيدين هذا أنا وهذا العراب عشان تكرم بشبهونا اي واحد انت لا حدا يجي يرسم عنده رسمه ما بيجنن عن جد من اسوأ الفنانين اللي شفتهم بحياتي بقرب اذا انا رفيقك المفضل عم يعمل ضغط بنص الشارع 10 مرات يلا هات البوري خلص سامح قوم والله ده كمو عمي ما اني ايطالي عم باكل كريب على الابطال بايطاليانو قلاجو والله صوتك زباله يا ساتما والله عيوني حلوه عشان ورجينا عيونك جماعه الخير نسيت الرسمه اللي صورناها ودفعنا حقها نسيت الرسمه راي جيب راجع على المحل اللي كنا عم ناكل فيه وائل اسالي نورا شو يعني نسيت شيء بالايطالي ما لقيته
شو؟ شو يعني نسيت شغل نسيت الورقة بالإيطالي؟ راح أعطيك الجوال أنا وتمسك. يلا. أعطيها الجوال هي في الدورة. ليك لقيت الورقة لقيت. Thank you. لقيتها يا جماعة الخير لقيتها. يلا سكر. دافعين حق 40 يورو. شو بدي أتركها؟ عشان أتذكر أغلى من كليتي. اكتاري طلع طلع الشوز ما أحلى. هيا شوز. لك ليكو ليكو لك ليكو لك ليكو لك ليكو طلع ما أحلى قبل ما يسكر. لا حد بكهرب. لك قبل ما يسكر. لك يلا يلا بالله. لا حد مصنوع من جلد من جلد الخنزير. لا لا لا. حرام والله حرام. لا لا عكفالتي عكفالتي. لك عكفالتي. أيوة حد سويته أيوة أيوة. وبين سبايدر مان ما في فرق سوبر مان ده سيم سيم ولا دوين او سوبر مان اوه 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 مالك مالك سو انا عم انصح لطارق بهاي النظاره ليك وطارق تاخذ هاي الحمراء هاي ابراس مربع نظام لا 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 بالله خذ بالله خذ هاي عندك نظارة مطولة صح الوان؟ لا لا طوال الوان فرجيني بدو نظارة مطولة صارت طبعا يا جماعة الخير جانا لكم هاي الفقرة مو معروف شو اسمها سموه على ذوقكم قلاجو قلاب اسمه تقليش وتقليم لا نحكيكم شو صار معنا الملخصات توثقت واخيرا بقى توثق طلع بيبكي لعدة وبشرط هاي الفقرة ما فيها ولا قص ولا كات يعني شو ما يصير فيها بيضل كات ولا ولا دوغ ولا دوغ تحاك يا حمار شو ما احكي لازم تحاك اسمع ايه سؤال اخرى اخرى قوم اخرى على شو اسمه خذ الموبايل معك وفوت على الحمام شوف تفضل إذا جابوك على صباح الخير يا عرب إيه حلو إيه وقالوا لك كيف انشهرت بضربة عم ضربتي شافت 800 ألف إنسان يا سلام مليون صار مليون فيديو صار لا مليون صار بس إنه يعني مليون إنسان لح تسمع ضرب مليون مع التيك توك اللي نشروا هو مليون إنسان ما حدا سمعه أنت اللي شلعتهم عليها هن ما سمعوها حشدك إذا بحطوا سماعات إيربودسية اثنين لازقين بعض ما حيسمعوا والله يسمعوا لا طلع هيك مثل طلع هلا شوف لي شوف لي شلون شلون رجلين من ورا الهنتا جروند واقف واقف كانوا رجلك وسخين لا لا هي حمر والله مو سود لك وين هذا وسخين هيك لما تشوفهم على دورس شوفي جوزك المستقبل رجلي سود يا زلمه فايقين من النوم شوف شوف شعرنا هاي الفقره بس طايق البنت بس طايق يا اخوي عامر ابو طريق ايه إذا إذا إيه؟ إذا جيتك بيوم الأيام إيه؟ قلت لك يا طارق أنت صرت يوتيوبر عظيم شو تيوتيوبر عظيم شو اسمه تيوتيوبر تيك توكر تيك توك تيك توكر يوتيوبر 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 عظيم إيه وقلت لك ما لا لا تحسب حالك تيجي في السؤال ما حصير عظيم حياتي ما حصير عظيم طالما لا حاجة قلت لك اعطيني شيء 10000 دولار انا بحاجته 10000 دولار؟ ليه بحاجته؟ اعطيني صار معي ضرب اعطيني السبب صار معي ضرب ترجعون بالاخير لما يصير معي لا انا اخوك لين اخي 10000 دولار هذول بشتري فيهم 10 مواقف شو؟ رفقة مواقف مواقف بوقف معك بس بدون مصاري تشتري فيهم 10 رفقات مو أصليين بس يا حبيبي بوقف معك بس بدون مصاري يو 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 هاي مسبوعة والله العظيم هاي والله ما حتنزل والله العظيم لا تنزل والله ما حتنزل احنا شو اتفقنا والله ما بتنزل والله
والله عم تنزل خلص انت تعرف جاي هاي نهاية الفيديو باي باي اسمعوا ضيفوا بالحساب طارق بال بالديسكريبشن معك في لها ريحه يا شو عم يصير اقول لكم طبعا يا جماعه الخير بس يخلص هذا الفيديو روح على الانستغرام تبعي وعلى الانستغرام تبع وائل عند كل واحد بالستوري حتلاقوا في بوكس محطوط اكتب لي انا بس حنربح 10 فائزين من عندي و10 من عند وائل كل واحد $50 عندك فرصة للربح الانستغرام تبعي وين في الديسكريبشن بالريسبشن بتلاقوه تحت وفيديو وائل وين بتلاقوه بالريسبشن كل اللي عليكم تروح على الانستغرام على انستغرامه تعملوا فولو وتكتبوا انا بس رح تصلك ال $50 وين ما كنت معك 24 ساعة بس مو تجي بعد 10 ايام تقعد تقول لي تساوي لي واعمل لي يلا شباب ما لعني الفيديو حطوا لايك وهذا الفيديو خلي يوصل اذا هداك 60,000 لايك هذا الفيديو يوصل 80,000 لايك ولازم يخلص هذا الفيديو يكون 100,000 مشترك عشان يوصلنا درعين ملزقين ببعض بعثوا لنا على عنوان واحد السلام عليكم يا الله